احلى بدايه للكلام السلام. السلام عليكم. انا عايز اقول لكم يا جماعه، احنا دايما بنسمع عن جبال القلب اللي هي الجبال الضخمه جدا السوداء، بتبقى في الشتاء شكلها اسود شويه، وبتبقى في الصيف منوره من خضار. ما نعرفش ايه اللي جواها، يا ترى هي جبال كده شكلها مقفول وخلاص، ولا ممكن يكون في ناس عايشه جواها وفيها بيوت وفيها فلل وفيها مناطق حلوه جدا وفيها مطاعم وفيها دنيا، فيها عالم. فاحنا قررنا ان احنا نيجي هنا فوق جبال القلب في سويسرا. حاجه بجد جميله، حاجه رائعه جدا 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 جدا. هو ده يا جماعه جبال القلب. جبال القلب من جوه اشجار وبيوت، حاجه في منتهى الجمال. خش على موضوعنا بقى، عشان احنا بقينا بدانا نتوتر لان سمعنا ان هنا في الدببه بتاعت سويسرا. يعني المهم الاحجار الكريمه. موضوعنا النهارده هنتكلم على الاحجار الكريمه وايه علاقتها بالطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه. طبعا انتوا عارفين كلكم ان دايما الستات، كان الستات ده اللي احنا عارفينه، دلوقتي الرجاله برضه، بس الستات دايما كانوا مرتبطين جدا بالاحجار بقى الايه، لونه ازرق ولونه بيبقى بني والحجر مش عارف يجي منين. الاحجار الكريمه اللي بتتحط في السلاسل والخواتم، واللي دايما مرتبطين بحاجات نفسيه معاهم. يعني بيقول لك مثلا ان الحجر اللي هو الازرق اللي فيه فص ابيض ده بيجيب الحظ وبيبعد الحسد والعين. يا ترى ده اعتقاد صح ولا غلط؟ مره كنت قاعد انا وناس صحابي، يعني واحد ومراته عندهم الموضوع ده بقى، يعني جنان، بيلفوا العالم عشان يدوروا على احجار كريمه، وبيروحوا اي حته لازم يشتروا احجار كريمه ويبداوا يحطوها بقى في مواسم معينه. المهم يا جماعه هنروح النهارده ونشوف علاقه الاحجار الكريمه بالطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه. يلا بينا من فوق جبال القلب. فاصل نرجع نكمل كلامنا. استنوا. رجعنا بعد الفاصل والاحجار الكريمه. يعني ايه ممكن حجره تتحكم في مزاجي، او حجره تتحكم في يومي، او لو لبست حجره زرقاء هتاخد الحسد، او لو عندي في البيت احجار بشكل معين تتحط في اركان في البيت ممكن تجيب طاقه ايجابيه او طاقه سلبيه. الكلام ده في محله ولا حله يا حلو؟ معانا النهارده الجميله الاستاذه كارما ثابت، وهي خبيره جدا في علم الطاقة وكل الحاجات الحلوة اللي الناس عايزة تعيش فيها وهي مبسوطة. أستاذة كارما ازيك؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ كله تمام؟ كله كويس. ايه موضوع الأحجار بقى؟ يعني الأحجار اللي هي الكريمة بقى، اللي هي الياقوت والمرجان، وأحمدك يا رب. بص، الأحجار الطبيعية معمولة من معادن طبيعية، فهي ليها وعي، لأن هي مخلوقة من ربنا، فهي مش حاجة مصنوعه من البني ادم. مش البني ادم اللي عاملها، مش البني ادم اللي عاملها. فانت لما تيجي تتكلم على حاجه زي الفاروز، زي ما انت قلت، الزرقان ده الازرق بياخد العين. هو فعلا الازرق بياخد العين، لان هو انت هيلقط نظرك في الاول. هو عشان كده بيقولوا ان ده عشان الحسد، يعني ده ضد الحسد، عشان هو بيخطف العين قبل ما حد يقول. العين قبل ما يخطف، يعني لو انت لابس حاجه زرقاء الناس هتبص على اللون الازرق قبل ما يبصوا عليك. ايوه صح. فاول طاقه هتطلع من البني ادم هتطلع على اللون، فعشان كده احنا بنقول ان بتعمل هاله حواليك ان هي يعني تحفظك. حلو. اما نيجي طب والاحجار التانيه بقى، يعني حاجه تحط في البيت، حط في الترابيزه معينه، ترابيزه السفره عشان تدي طاقه للناس تعرف تاكل كويس، الكلام ده. الاكل كويس، احنا دايما بنروح للالوان اللي هي ليها علاقه بالاحمر. والاحمر لون يخليك اكتف، يعني تتحرك وتاكل ويفتح الشهيه. بس ما بننصحوش مثلا للعيال اما تيجي تحط الغطاء بتاع السرير بتاعهم احمر، ده ما يخليهمش يناموا كويس. اي صح، ينبههم. فانت محتاج ان انت تبعد عن التنبيه ده. اللون الاخضر احنا بنقول عليه هادي، ده بيعمل علاج. لو انت تعبان من اي حاجه، اللون الاخضر يخليك حتى لو قعدت في جنينه هيريح الاعصاب. عشان كده الناس دايما اللي بيحبوا يعيشوا في بيوت فيها خضار كتير، في ناس تبقى عندها في البيت جوه اللي ما عندهمش جناين بيعملوا زرع كتير، تلاقي الناس مرتبطه قوي باللون الاخضر. فعلا صح، ده يخلي البني ادم هادي وطاقته ايجابيه والحياه بالنسبه له اهدى من لو دخلت بيت فيه الوان برتقاني واحمر التون المشهيصه دي. بالظبط. فكل حجر له، كل حجر بلون، كل حجر بلون ليه
استخدامات. طيب الارتباط بين الاحجار، الناس مثلا بتلبس خاتم في حجر، في ناس تلبس خاتم في حجر اسود يقول لك عشان يخلي شخصيتي قويه مثلا، في ناس تلبس خاتم في الحجر اللي هو الاخضر ده عشان الناس تقول ان انا ايه بتفائل بيه، الحاجات اللي هي دايما احنا المعتقدات اللي احنا دايما بنعيشها مع الناس، جدي وجدتي ودايما الحاجات دي عندهم الكلام ده فعلا صح، في ليه علاقه، في حاجات كتير قوي صح. خلي بالك ان احنا بنبص على الحاجات المتوارثه، بنبص لها ايه الكلام ده يعني مش كلام مظبوط، بس كل حاجه ليها اساس. فانت لو بصيت على اساس الاحجار دي، هم فعلا بيلبسوها من غير وعي ان هو ليه هو لابسها، هو سمع من جده ان ده الفابوس عشان خد الموضوع كده بس هو فعلا بيعمل كده. وفي على فكره في اثبات للكلام ده، ان انت ممكن تبقى لابس حجر في حاجه حواليك اسمها هاله الطاقه. هاله الطاقه دي بتتغير طول الوقت. انا لبست حجر كتير ما حسيتش باي حاجه بصراحه. يعني انا عملت الحاجات ديت، بقيت البس مثلا خاتم في حجر، قلت اجرب يوم كده بتاع، ما لقيتش اي حاجه. قلت البس سلسله في حاجات، في ايام كده طلع عارف حضرتك الحاجات اللي فيها حاجات بتدي انرجي او تدي طول الوقت، اللي هي الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه، ما حسيتش باي حاجه. يعني حسيت ان انا لما العب رياضه احسن اكتر، بيبقى عندي طاقه ايجابيه حلوه قوي. لما انا اخش في مكان فيه ناس كتير قوي مبسوطه وما فيش مشاكل، بحس بطاقه ايجابيه. لما علاقتي بربنا تبقى قويه، بحس بطاقه ايجابيه. بس حاسس ان الاحجار والموضوع يعني بحس شويه ان هو ايه خزعبلات. انا بالنسبه لي بحس ان هو خزعبلات. يعني احنا بتوع الطاقه بنقيس الطاقه اللي حوالين البني ادم، يعني في قياسات معينه. الهاله اللي حوالين البني ادم، الهاله اللي حوالين البني ادم، قوة الطاقة يعني اللي حواليك. انا ما صدقتش نفسي اما لقيت ان في الكورس ده وانت ماسك الحجر الهالة عندك اتغيرت. فانا بالنسبة لي ده اللي خلاني اقتنع بالاحجار وتأثيرها. يعني موده بيتغير ولا شخصيته بتتغير ولا الهالة هو الهالة اللي حواليك بتتغير، فده بتخليك في حالة احسن، طريقته مع الناس بتتغير، اسلوبه بيتغير، بيبقى للاحسن. يعني للاحسن بس هو الفكره نفسيه. انا في رايي ان الاحجار او كل الحاجات دي، حتى لو انا مثلا الناس اللي هي ايه يبقى معاها مصحف صغير يحطه في جيبهم، او الناس الاخوان المسيحيين يحطوا يلبسوا الصليب، فيبقى عندهم دايما اعتقاد ان الحاجه دي حامياهم. ده نفسيا بيرجع ليهم، اللي هم خلاص هم دماغهم وفكرهم هيئ لهم الحاله اللي جواهم، اللي هم بده هيبقوا محميين. وطبعا ده في جزء كبير بيبقى صح فيه، بس هو الاحجار شويه ببقى عايز اقتنع انا بيها. يعني انا ببقى عايز انا كنور اقتنع بيها، هي عشان جايه من الارض، والارض بيبقى فيها بتاخد الطاقه السلبيه وبتدي طاقه ايجابيه. زي ما في ناس كتير بتقول ان مثلا الناس اللي بيصلوا في السجود والركوع ده بياخد طاقه ايجابيه من الارض وبيدي وبياخد الطاقه السلبيه، فهو فعلا ممكن يكون الاحجار هو نفس الموضوع، هي نفس الفكره بالظبط. بس زائد عليها طبعا اقتناعك ان حاجه هتحميك اكيد هتحميك، بس لازم يبقى عندك اليقين والاقتناع ده صح. بس الطاقه بتاعه الاحجار لوحدها برضو موجوده. طب احنا ننصح الناس تستخدم احجار معينه؟ اللي عينك تلاقي نفسك رايح لها، يبقى انت عقلك اللاواعي عارف ان ده اللي انت محتاجه بالظبط، يبقى هيستريح. يعني حجره لونها احمر اخضر اصفر، سواء انت اي لون انت حبيته، عينك راحت له وارتحت له، خد الحجر ده وخليه عايش معاك شويه. صح كده؟ صح. كارما مرسي جدا، نورتينا. ان شاء الله عندنا لسه حلقات كتير عن الطاقه والهيلينج بقى والكلام الحلو عشان نريح الناس، عندنا حلقات تانية ان شاء الله مع بعض. شكرا جزيلا. الموضوع بسيط جدا، خلي علاقتنا بالناس بسيطه وهاديه، خلي علاقتك بربنا قويه جدا وقرب قوي، هتلاقي الامور كلها بقت زي الفل. فاصل رجعنا نكمل كلامنا، من فضلكم استنونا. رجعنا سريعا للدكتور هاني نبيل، والنهارده موضوع يهم كل الرجاله، تمركز الدهون في الصدر عند الرجاله عامله له مشكله كبيره جدا، وخصوصا الناس اللي بيقعدوا فتره كبيره جدا بيتمرنوا وبيعملوا شيب كويس قوي، وفجاه يبطلوا لاي ظروف ويبداوا يتخنوا. اول حاجه بتبدا تركز الدهون هو منطقه البطن، منطقه الصدر. دكتور ازي حضرتك؟ اهي نور، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ ايه رايك؟ كله كويس؟
انت كلامك مقدمه دايما دايما ساحرني. انا عايز اقول لك ان الدنيا تلج. الجو جميل والدنيا حلوه قوي بس تلج 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 طبعا من شويه، بس لما بدانا نصور واضح ان خلاص وقت الشمس راح مننا. ف بس طلع ايدي بقى نزيد عشان احنا النهارده بندي للناس انرجي طول الوقت. مش معقوله ان نتكلم لسه. وانت يا دكتور ما شاء الله عليك انت زي الفل يا دكتور. ربنا يخليك يا جماعه. اتكلم بقى على ربنا يخليك. انت زي الفل. طيب تمركز الدهون في الثدي عند الرجال مش بالضروره جزء كبير منهم فعلا زي ما انت قلت. الناس اللي بتتمرن كويس مره واحده يبطلوا او بياخدوا بعض السبلمنتس الغلط. انا عارف ان في سبلمنتس المفروض تتاخد استرويد وهرمونز وبيبهدلوا بيبهدلوا الدنيا. ده مش صح لان بعض الجيمات برضو الناس الترينرز اللي مش محترفين قوي اللي مشغلينها كوميرشال كده يعني فلوس بيجيب فلوس. ده بعد ما بيبطل على طول بيجي منطقه الدهون دي بتتمركز فيها الدهون في المنطقه دي. كمان في ناس اللي عندهم الغدد اللبنيه ساعات بتكون جينو جينيكو ماستيا بالظبط بنسميها احنا جينيكو ماستيا. دي تبقى جزء تحت الهاله في زي ديسك كده من الغدد اللبنيه اللي المفروض تضمر تماما عن سن البلوغ عند الولاد. في بعض الناس ما بتضمرش بنسبه 100% بيفضل فيها 20-30. تعرف يا دكتور اللي هي عند ناس معينه بتتمرن تبدا تاخد سترويدز كتير قوي بتظهر تكبر وتكبر ويحصل لها تضخم وبتاع وفي ناس بتروح تشيلها بالظبط. هو هنا ما تتحولش لحاجه مش كويسه. لا خالص نفس الفرص التحول هي 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 مالهاش علاقه. يعني ده بيبقى تضخم مش ورم لا تضخم بس بيضايق في الشكل بيضايق في اللبس بيضايق خاصه في الصيف. بالظبط طبعا في البحر في بيبقى فيه مشاكل يعني. طيب احنا الحلول هنا بتختلف. يا اما دي خلايا دهنيه عشان كده الاول حاجه ما بيجي لنا عيان عنده جينيكو ماستي اول حاجه بنفكر فيها ايه. لا نعمل له موجات صوتيه نشوف دي هل هي دي اغلبها دهون ولا دهون وفيها نسبه غدد لبنيه. لو بالدهون بنسبه 80-90% من عيانين الرجال في مجتمعاتنا العربيه دي تبقى اغلبها دهون وهنقول حلها ايه. النسبه الثانيه بيكون في غدد لبنيه عند وجود 10-20% اللي عندهم المشكله سببها الغدد اللبنيه بيكون استئصال الغدد اللبنيه هو الحل الامثل تماما. فتحه صغيره حوالين الهاله بنشيل الغدد اللبنيه دي تماما بيتم استئصالها بالكامل وبنقفل بغرز بسيطه تجميليه. طب الغدد دي مالهاش لازمه يا دكتور اللي هي خالص عند الرجاله غدد لبنيه عامه يعني مالهاش اي قيمه خالص. يعني هي في مرحله الولاد والبنات قبل سن البلوغ بيبقى الهرمونات متساويه. الرجاله بيبتدي يفرز راجل والبنات بيبقوا سيدات او نسات. هي ده في مرحله الاختلاف. طيب فتحه صغيره زي ما قلنا حوالين الهاله بنج موضعي في اغلب الاحوال الا لو كان موضوعي بقى ان العين ده اصلا مليان قوي يا نور وزنه 120-130 كيلو بدا يخس وبقى عنده صدر تهدل كمان يبقى الموضوع. ناس كتير بتمر بالمشكله دي وفعلا مضايقاهم جدا عامله لهم مشكله كبيره جدا بتبقى محرجه جدا. الصدر بيكبر يقوموا متضايقين لا بيعرفوا ينزلوا من السباحه ولا بيعرفوا يتجوزوا ولا يعني ده حقيقي. في الحاله دي بيكون استئصال من حوالين الهاله لوحده مش كفايه لان انا مش بس هستأصل غدد لبنيه ده انا كمان هستأصل جلد بالظبط. هذه بيتم استئصال ثدي بقى بيتعمل بجرح حوالين الهاله وجرح طولي. يا حبذا لو كان هذا الشخص مشعر يبقى القصه انتهت الروح مش باينه خالص والدنيا لطيفه. مش عارف هتبقى شكلها مش بنعاين من لها بعد كده بعد 3-6 شهور. ليه 3-6 شهور نستنى؟ عشان الجرح يتحول من جرح غير ناضج لجرح ناضج. ممنوع استخدام الليزر لازاله الجروح او تقليل من الجروح قبل تحول الجرح من جرح غير ناضج لجرح ناضج. طيب يا دكتور والثدي اللي بيبدا يترهرج عند الناس اللي بيخسوا بيرهرج بينزل مستوى الثدي ده بنشيل الجلد بمستوى كمان الحاله بتنزل لغايه تحت هنا استئصال الجلد. استئصال الجلد في شد كده بيرجع الشكل تاني مكانه. الشد ده اسمه ماستوبكسي. ماستوبكسي يعني شد الجلد الثدي بدون استئصال اي انسجه. بيرجع تاني ازاي يعني؟ بناخد الهاله نلفها بدورتها الدمويه لفوق نحطها في البعد اللي احنا عايزين نحط عليه ونشيل الجلد الزياده ونقفل الستر. تاخد حوالي ساعتين ببنج موضعي. في خياطه حواليها ولا مفيش؟ خياطه حوالين الهاله وجرح طول. ساعات البنج الموضعي في الحالات دي ما بيكونش كفايه بنلجا معاها يا اما مع المهدئات او قد نلجا لو حجم الصدر كبير قوي عشان عامل ماستوباكسي قد الجا الى البنج الكلي. ده كده عالجنا تقريبا ترهل الثدي وعالجنا لو كان تضخم الثدي او جينيكو ماستيا سببها مش دهون سببها غدد لبنيه. للاسف الحلول دي كلها زي ما انت شايف نشيل جلد ونلف الهاله ونعمل حاجات صعبه. وليه الوقايه خير من العلاج؟ دايما انت بتحب تقول الكلام ده. الوقايه خير من العلاج يا جماعه دايما ما توصلوش للمرحله دي بالظبط. طيب الناس اللي عندها نسبه دهون بقى
يعني ايه جلد كويس مفيش مشكله مفيش ترهل واضح، الهاله في مكانها او سنتي او اتنين منخفضه لتحت، مفيش غدد لبنيه، عملنا موجات صوتيه او سونار على الثدين طلعنا مفيش غدد لبنيه لكن اغلبها دهون. هنا الحلول بقت سهله جدا جدا، جلسه واحده تتعمل مره كل شهر ممكن نكسر لك الدهون. نكسرها لك ازاي؟ ان احنا بننزل بدرجه حراره الدهون من -8 لـ -10، بنعمل حاجه اسمها ابوبتوزيس. ابوبتوزيس ده اللي هو تحلل الدهون لدرجات اقل تعقيدا وبالتالي الجسم يعرف يتخلص منها. كويس ده لو بسيط للمتوسط. في بعض الرياضه ممكن تتخلص لو عندك مشكله، اعتقد لو لو هي متوسطه او بسيطه زي ما ممكن اتفعل. اعتقد لو عاليه لازم نعمل بنشات كده الدنيا تظبط معاك. صح او كارديو يعني او كارديو احسن كتير. الفيتنس بيبقى احسن لانه بيبدا يحرق دهون اكتر. في التمرين بقى بنعمل حاجتين مهمين جدا، بنلوز فات وبنعمل تونينج، يعني بنشد الجلد بالعضلات ونشيل الفات الزياده اللي موجوده. بالظبط لو الدهون اكتر شويه من كده هنا بنلجا بقى لعمليات نحت التثدي عند او علاج مشكله التثدي. بنحت العضله. بص حضرتك عضلات جسمك عامله ازاي؟ ما شاء الله. لو انت عندك عضله شبه دي لعبت عليها بس متغطيه بدهون، انا همشي بالات رفيعه بنج موضعي خلال 15 دقيقة، بنعمل رسمة العضل بكتوراليس وبعدين بإبر صغير نحقن محلول ملح في بنج موضعي فتحة أقل من 0.25 سم، نخش بالأنابيب بتاعتنا. الأنابيب دي مجهزة إنها تمشي تنحت الدهون. عارف الأرابيسك يا نور؟ بالظبط زي عامل الأرابيسك زمان لما كان موجود عندنا في مصر. بننحت الدهون على شكل العضلة. تلاقي هذا الشاب عضلاته بقت مجسمة. التكنولوجيا ما خلتش حاجة. التكنولوجيا انت يعني عارف ان احنا اللي طالع جديد دلوقتي بالظبط طالع جديد كمان. ربنا 3D لايبوسكشن ربنا او لايبوسكالبتشر 3D. انا بجسم لك شكل العضله بالدهون بشرط ان العضله تكون مظبوطه. ربنا يعافينا من التكنولوجيا المرعبه اللي هتخلي الناس تتجنن. الناس يعني اللي حضرتك بتقوله ده دلوقتي ممكن واحد يبقى جسمه كويس ورياضي جدا بس هو طماع يقف قدام المرايه عايز يبقى يعني منحوت نحت مش طبيعيه، وهو ممكن لو قرص على نفسه شويه هيوصل لده. لا هو بيستسهل. ده حقيقي. يعني بس هو لا مش قصدي يا حبيبي، احنا هدفنا في البرنامج ده يا جماعه تعالى نمشي بالزبط. للطبيعه. فكره ان احنا نصور في الطبيعه بنقول للناس تعالوا نمشي للطبيعه بالزبط. مش في برامج صور في عيادات؟ هو احنا ليه ما صورناش في عياده؟ لا انا مش عشان عايزين الطبيعه، عايزين الوقايه، عايزين الناس تمشي في الاتجاه. مش ده فكرتك؟ بالظبط. ده انت عايز تقول للناس بالظبط. احنا مش جايين نقول روحوا اشفطوا، جايين نقول ممكن ما تشفطوش ازاي. بالزبط. تفرق كتير. زي ما الدكتور هاني دايما بيقول يا جماعه شوفوا ايه الاول الطريقه الصعبه اللي هتخليكم اصح، ما تروحوش للطريقه السهله اللي هتبقى سريعه ممكن بعد كده لا قدر الله يحصل اي حاجه. شوف الطريقه الصعبه شويه اللي هو التمرين، النظام الغذائي المحترم، الصحيه بدري. صدقني مش صعبه. لو اتاخدت لو يعني اتاخدت لهدف بالظبط مش صعبه. لا تتعمل. ما تعملش ليه؟ انت تروح تعمل عمليه ممكن تتعمل. التكنولوجيا دلوقتي بتخلي الناس تستسهل الموضوع. بالظبط. تستسهله ازاي؟ لا اعمل لي النحت ثلاثي الابعاد اللي هو بعمل ثيكنس العضله بالدهون، بزود ثيكنس العضله. لو العضله بتاعت حضرتك كده انحت لك يعني زي ال 3D. 3D بالظبط. هديك عضله تحس ان انت عارف الرسم ثلاثي الابعاد. بقينا بنرسم كان نرسم لوح. ربنا يستر. ربنا يستر والله العظيم بجد من البرد اللي احنا فيه ده. من البرد هموتك انا. ربنا يستر من البرد وربنا يستر بالتكنولوجي اللي هتجنن الناس تخليها عايزين ينحتوا كل حاجه. خلصنا معاك الكلام الجميل. ما بيخلصش الكلام الجميل معاك والله. تسلم يا حبيبي. انت ان شاء الله قريب تيجي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا باذن الله. خلصنا مع دكتور هاني. نروح فاصل ونرجع نكمل موضوعنا. من فضلكم السلام. رجعنا للفقره اللي كل الناس تقريبا بتبقى قاعده مستنياها وهي الاكسرسايز، التمارين الرياضيه. النهاردة يا جماعة عندنا تمارين فعلا هي كل حاجة. هو انتوا عارفين طبعا ان عشان نيجي نبني عمارة لازم يبقى فيه اساس. الاساس ده على اساسه نقدر نبني الادوار تانية اللي فوق. وعضلات الرجل هي اساس البنيان بتاع اللي هو اللي اسمه البني ادم يعني. لازم نتمرن تمارين الرجل على الاقل يومين في الاسبوع. تمارين الرجل يا جماعة مش بس هي أمان وثبات للجسم كله، هي كمان بتخلي فيه تنظيم عالي في الدورة الدموية. النهاردة عندنا تمارين للناس اللي هم البيجنر، الناس اللي هم لسه مبتدئين. التمارين دي هتعملوها وانتوا قاعدين في البيت. موضوع بسيط جدا. اتفرجوا علينا على الكابتن أحمد وهو بيعمل التمارين
امشوا بس على الخطوات اللي احنا بنعملها، ان شاء الله هتوصلوا لنتيجة كويسة. ولما نروح للمرحلة الأعلى اللي هي المتقدمة، هتلاقي الرجل شكلها بيتغير، الناس اللي عندهم دهون كتير والوزن بقى زايد من تحت هينزل خالص، الناس اللي عايزة تقوي الرجل وتعمل شيب وعضلات هنعمل كل الكلام ده. بس من فضلكم خليكم مركزين معانا ومتابعين معانا. يلا نشوف التمرين. جينا مع احمد وتمارين اللور بادي. تمارين اللور بادي يا جماعه الجزء السفلي من الجسم. تمارين الرجل دي مهمه جدا عند كل الناس، عند الولاد وعند البنات. النهارده هنعمل تمارين للبيجنر، الناس اللي قاعده في البيت تتفرج علينا تبدا تعمل التمرينه زي ما احمد بيعملها. ان شاء الله هنبقى نروح للمرحله المتقدمه ونبدا نعلى بالوزن، بس النهارده هنبدا نعلم الناس ازاي تعمل تمارين الرجل. احمد بيه عامل ايه يا برنس؟ يلا بينا. هنبدا اول حاجه السكوات، اطلع وانزل. دي الحركه بتاعت السكوات اللي هي الحركه البدائيه جدا لتمارين الرجل اللي انت بتعمل لها، بتعمل ورم اب، بتسخن عشان تبدا التمرينه. فبتبدا تنزل، مهم قوي اللي انت الجزء العلوي بيبقى نازل سن صغيره لقدام عشان ما يبقاش فيه حمل على اللور باك اللي هي العضلات القطنيه. وانت نازل زي ما انتم شايفين النيز، الركبتين مش معديين وش الرجل، وده مهم قوي عشان لو الركبه عدت وش الرجل بعد الشر ممكن مع التكرار الكتير بتاع السكوات ممكن يعمل مشاكل ويعمل خشونه. ده اول تمرين، وده هيبقى فور سات، اربع مجموعات، كل مجموعه 15 عده، بين كل مجموعه ومجموعه لازم 30 ثانيه عشان ترجع كده العضله تبقى مستريحه وفايقه وتقدر تعمل نفس المجموعه اللي فاتت بنفس الكفاءه. طب يلا ناخد الشكل الثاني. عندنا شكلين للسكوات، في حاجه اسمها سومو زي ما احنا بنعمله ده، وده عشان يجيب ماسلز معينه، عشان يشتغل على ماسلز معينه لبره. فبتعمل نفس الموشن نفس الحركه بس بتبقى فاتح وش رجلك لبره، برضو الركبتين ما يعدوش وش الرجل. اربع مجموعات، كل مجموعه 15 عده، وده للناس اللي هم البيجنر لسه بادئين التمرين. ليه 15 وليه بقول العدد يبقى اكتر شويه؟ عشان اتعود على الحركه واتعلمها، يبقى عندي دايما بذكر نفسي ازاي الموشن تبقى سليمه. وركبتي ما تعديش 30 ثانيه بين كل مجموعه ومجموعه راحه. ناخد الشكل الثالث، ده مهم قوي، اللي هو اللانش. زي ما انتم شايفين انا ببدا اشتغل على رجل واحده، ممكن احمد ارجع برجلي اللي ورا سنه لورا، تمام؟ وده مهم جدا لان جسمي لازم يبقى مستقيم، الظهر مستقيم، وببقى نازل ركبتي مش معديه وش رجلي زي ما احنا شايفين، وش الرجل لقدام والركبه نازله بعيد خالص هي لورا، وده امان عشان ما يحصلش مشكله في الركبه ولا يبقى فيه بعد الشر مشاكل ولا في غضروف ولا في خشونه ولا في اي حاجه. لما اجي انزل للرجل اللي ورا اخلي بالي ان انا ما اوصلش لتحت. في ناس كتير وهي بتلعب التمرين ده لازم ينزلوا يخبطوا ركبتهم في الارض، ده بيبقى خطر جدا. برضو التمرين ده بيبقى فور سات، اربع مجموعات، كل مجموعه 15 عده، بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه راحه. احنا طبعا هنبدل، بنعمل تمرينه 15 بعدين بلف اعمل الرجل الثانيه زي ما انتم شايفين. برافو يا احمد، تمام. ناخد اخر تمرين للهامر سترينج، للعضلات الخلفيه. طبعا ده التمرين ده اللي هتشوفوه دلوقتي ده بيشغل الهامر سترينج، العضلات الخلفيه، وبيشغل كمان الهيب الجلوتس. ننزل يا احمد، هنفرد ركبتنا على الاخر، بنزل لغايه تحت خالص واطلع لغايه هنا بس، يعني ما اطلعش لغايه فوق، هي الحركه زي ما انت شايفينها. هنخليها اسرع شويه يا احمد. دي بتشغل من اول الكالفز، من اول السمانه لغايه اعلى عضله في اللور بادي، في الجزء التحتاني. ده برضه هيبقى اربع مجموعات، كل مجموعه 15 عده، بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه راحه. نخش على اخر تمرينه بجد، دي اخر تمرين. هناخد الكالفز زي ما انتم شايفين السمانه، وانا واقف بكل بساطه بطلع وبنزل. دي بقى محتاجه سلو موشن، محتاجه حركه بطيئه جدا. اطلع وانزل بالراحه. هنا عندي ده ممكن اعملها بكذا شكل، ممكن اعملها 11، ممكن اعملها اللي هي السومو اللي هي السبعه، ممكن اعملها الايت الثمانيه كده، ممكن نعمل الثلاث اشكال. ده الثمانيه اللي هي اوكي، ده الايت، وبعدين نرجع تاني 11
خلينا الاول 11 تمام، وبعد كده الصوم اللي هي السبعه نفتح يعني. انا هنا بقى ايه بحاول ايه يعني ادور كده السنانه الف باخد كل اتجاه. ده برضو فور سات اربع مجموعات، كل مجموعه هتبقى 15 عده، بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه راحه. التمرين ده هيتعمل مرتين في الاسبوع. احمد شكرا جزيلا، يلا بينا. انا ركبي حديد، شفت التمرين، شفت ازاي احنا مركزين على ان الركبه ما تعديش وش الرجل عشان ما يحصلش بعد الشر مشكله ولا خشونه. التمارين يا جماعه اهم حاجه فيها ان انتوا تبقوا مركزين في الحركه السليمه والوضع السليم. طول ما الوضع سليم والحركه سليمه العضله هتطلع فل، تطلع قويه جدا، تبقى سليمه. مهم جدا زي ما احنا شفنا الراحه بين المجموعات اللي هم ال 30 ثانيه مهمين جدا عشان يبقى عندكم القدره اللي انتوا تعملوا التمرينه اللي بعدها. من فضلكم عايزين نتابع التمارين، ننتظم، نمشي على التمارين دي بالظبط، ان شاء الله باذن الله هتوصلوا للي انتوا عايزينه. الحلقه للاسف خلصت، يا رب نكون قدرنا نبسطكم، قدرنا نوصل لكم معلومه حتى لو صغيره بس تكونوا استفدتوا منها. استنونا ان شاء الله الحلقات الجايه، عندنا حاجات جامده جدا وتمارين اجمل. سلام عليكم.